مرحبا بكم في هذا الشرح، حيث سنقارن الفرق بين الريلاي الذي برمجناه وريلاي تجاري. سنبدأ بالريلاي التجاري. فالريلاي التجاري هو عبارة عن متحكم ميكروشيب ومنفذ إنترنت وعدد من المتحكمات. فهذا هو مدخل الريلاي وهنا المخرج، حيث يقوم هذا الريلاي بغلق الطارة عند استقبال الإشارة من الإنترنت. يتم تغذية هذا الريلاي التجاري كما تلاحظون عن طريق 24 فولت من هذا المنفذ، وهذا فيزيبل أو فيوز للحماية. فوائد أو إيجابيات الريلاي التجاري. فالريلاي التجاري هو سهل جدا ولا يحتاج أي برمجة، فقط تشترونه وتقومون بتركيبه. أما عيوب الريلاي التجاري فهو أصلا مبرمج ولا تستطيعون تغيير هذا البرنامج، وتكتفون فقط بالتعليمات الموجودة في كتاب التعليمات. أما الريلاي الذي قمنا ببرمجته في الشروح السابقة فهو لا يحتاج إلى سلك الإنترنت ويشتغل عن طريق الواي فاي والبرمجة، فلكم حرية برمجة هذا الريلاي كما تشاءون. تستطيعون مثلا برمجته عن طريق بروتوكول HTTP أو بروتوكول MQTT. وهذه هي إيجابيات برمجة الريلاي مقارنة مع الريلاي التجاري. أما سلبيات برمجة الريلاي فوجب القيام بباكيجين، يعني وضع الكل داخل علبة، وإضافة الفيوز وإضافة التغذية. فالتغذية هنا عن طريق 5 فولت، وجب إضافة تغذية 5 فولت وفيوز بالنسبة للمنفذ. إلا أن الإيجابيات فهي حرية البرمجة، تستطيعون برمجة هذا الريلاي بالطريقة التي تحبونها، عن طريق الـ HTTP، MQTT، عن طريق الإيميل أو الـ SMS، فلا حدود لطريقة برمجة هذا الريلاي. أما الريلاي التجاري فهو محدود جدا، وتكتفون فقط بالتعليمات الموجودة في الكتاب التي ترسلونها عن طريق منفذ الإنترنت. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح المقارن بين الفرق بين الريلاي التجاري والريلاي الذي برمجناه في الشرح، وشكراً.